منتخبنا الوطني أدى مباراة قوية اليوم، مباراة رائعة، بالرغم من أن التحكم كان أكثر لدى منتخب كوريا، لكن اللي شاهد المباراة شاهد مدى عمل أدفوكات خلال 20 يوم على لاعبي منتخبنا الوطني. هذه النقطة، اللياقة العالية اللي كانت واضحة لمنتخبنا الوطني في الانتقال بين اليمين واليسار والأمام والخلف كانت واضحة، وهذا الشهادة يعني لازم يعني نرفع القبعة للكابتن كورنيش مدرب اللياقة البدنية لمنتخبنا الوطني. نتمنى القادم أفضل وأفضل إن شاء الله، بالتوفيق للأسود. أسود الرافدين يفرضون التعادل على منتخب كوريا الجنوبية بتعادل سلبي بدون أهداف في مباريات الجولة الأولى من مرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022. أريد أشوف اللي بعض التعليقات كانت سلبية وكانت تحط من شأن منتخبنا الوطني، وكان يقولون إن منتخبنا يخسر بثلاثة ويخسر بستة وسوان راح يأخذنا من الطول للطول ومن الدعامية للدعامية. أقول شلونكم وشلون شفتوا لعب المنتخب؟ حي الله سود الرافدين وعافي عليكم. هذا وقد صرح مدرب منتخبنا الوطني الهولندي ديك أدفوكات بعد نهاية مباراتنا اليوم، قال أنا راض جدا بشكل كبير عن مباراة اليوم، لعبنا بشكل جيد وراء أمام خصم قوي، لم نسمح سوى لفرصتين أو ثلاث فرص خطيرة. اللاعب الكوريون في أوروبا جيدون وعددنا المباراة بشكل جيد وقد تمكننا من صد هجماتهم بتنظيم عالي. أما بخصوص ما قاله سون عن إضاعة الوقت، قال أدفوكات حجة سون كانت جيدة بخصوص إضاعة الوقت لكني لم أتفق مع ما قاله. أحسنت يا أدفوكات. وفي تصريح لنجم دفاع منتخبنا الوطني الكابتن أحمد إبراهيم حيث صرح قائلا بعد المباراة أشكر الله على هذه النتيجة المهمة لنا، لقد قمنا بالإعداد بشكل جيد لهذه المواجهة. كما تعلمون أن المدرب الهولندي أدفوكات تولى مهمة تدريب المنتخب قبل وقت قصير وتحديدا قبل 20 يوما، عملنا معه بجد ولقد لعبنا اليوم أفضل فريق في آسيا احتراما لمنتخب كوريا الجنوبي بشكل كبير، وكانت المباراة قوية وصعبة. وقال أحمد إبراهيم كسبنا نقطة التعادل الثمينة للغاية لكوننا خارج أرض العراق وأمام منتخب مرشح والشرس ومنافس على خطف إحدى بطاقات التأهل إلى كأس العالم في قطر 22، مشيرا في الوقت ذاته لأنهم بحثوا عن النقاط الثلاثة وليس التعادل، لكن منتخب الكوري ليس بالمنتخب السهل وعليه سيكون عمل أكبر في المواجهات المقبلة، خاصة أن هذا التعادل سوف يمنحنا قوة ودعم من أجل حصد الانتصارات، وسيخوض منتخبنا الوطني مواجهة ثانية مع منتخب إيران يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة. وعن لاعبنا علي عدنان ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها اليوم أثناء مباراتنا مع منتخب كوريا، حيث صرح علي عدنان في بصمة صوتية للإعلامي بيانفا قائلا أنا جاهز مباراة إيران والطبيب قد أشرني قائلا لأن الإصابة خفيفة وسيجعلني أشارك مباراة أمام إيران بنسبة عالية قد تصل إلى 100%، بالسلامة والعودة السريعة يا علي عدنان إن شاء الله. جماهيرنا الرياضية كيف شاهدتم أداء الغزال الأسمر وسط الملعب؟ طبعا الغزال الأسمر هو لقب قصي منير وخليفته الآن في هذا اللقب هو أمير العماري، تمنياتنا بالتوفيق لك يا أمير العماري بعد الأداء الرائع في أول مباراة دولية لك مع منتخبنا الوطني. أما عن النجم الثاني فهو شيركو كريم، فقد أبدع في مكانه الجديد وأنقذ بتواجده الصحيح هدف محقق لمنتخب كوريا الجنوبية. مبروك يا شيركو على هذا الأداء الرائع، ونتمنى تقديم الأفضل في قادم الأيام إن شاء الله، مبروك. وأما عن حارس عرين الأسود فهد طالب، وقد كان هو أيضا رائعا وكان ثقة بنفسه عالية، وأتمنى أن تزداد هذه الثقة في المباريات القادمة. أحسنت يا فهد. وعن اللاعب الذي كان يمني نفس بعض المتابعين المتشائمين بأنه سوف يأخذنا من الدعامي للدعامي حسب تصريحهم، نجم كوريا سون قال من الصعب قبول هذه النتيجة، لا أعرف ماذا أقول، نحن ملامون على الأداء السيء، لكن إذا لعبت المباريات بهذه الطريقة فإن كرة القدم لن تتحسن، لأن ترى لاعبي الخصم يضيعون الوقت بهذه الطريقة هو أمر مخيب للآمال، خايب ما تسكت من ضياع الوقت، منتخبنا لعب وكسر عينكم وبعرضكم، حتى لو التعادل هي كسرت عين لكم. واحد اللاعبين اللي هم من الكيمات اللي يلعبون في منتخب كوريا كيم مين جاي،
صرح بعد المباراة قال: كنت أتوقع أن يقوم المنتخب العراقي بتأخير الوقت، حتى زملاء اللاعبين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكنوا من تسجيل هدف، فإن الخصم سوف يضيع الوقت. لم نفز بالمباراة ولم نحقق نتيجة جيدة على أرضنا. لا يتعلق الأمر بالقول أن الدفاع كان جيدا أو الهجوم كان جيد، يجب تقييم الفريق بأكمله. لقد تأثر منتخبنا بالسفر من أوروبا إلى كوريا، ويمكن أني أرى مدى صعوبة ذلك عندما تأقلمت مع مباراة اليوم وفارق الوقت في المكان الذي كنت فيه في تركيا.